نروح لتليفون مهم مع الكابتن الكبير كابتن محمد عودة المدير الفني لفريق المكون العربي. كابتن محمد صباح الخير، مشرف ومنور. صباح النور يا كابتن كريم، وانت الكبير والله انت الحاجه الجميله يا حبيبي ومحترم ويعني متابعينك في كل حته كده دايما 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 مشرف، دايما مشرف ومنور. النهارده التعادل مع غزل المحله نتيجه بالنسبه لك كانت نتيجه جيده ولا تعتبرها خساره نقطتين؟ والله يا كابتن كريم انا عايز بس اول حاجه الناس كانت مكبره الموضوع جدا على السوشيال ميديا وعودة والمشاكل والدنيا، والدنيا جميله جدا، علاقتي حلوه جدا بمجلس الاداره بتاع المحله، علاقتي حلوه جدا بجمهور غزل المحله. رحت النهارده لقيت استقبال كبير جدا من الجمهور وحاجه جميله وناس محترمه، ومجلس اداره نزل وسلمت عليه، اللعيبه كلها جت للاوضه وسلمنا على بعض. حلو جدا، الاجواء جميله جدا، وبشكر طبعا الجهاز الفني زي كابتن عبد الحميد نصيوني، واتقابلنا بالاحضان، يعني الدنيا جميله. ما انت محترم، انت محترم، وكابتن عبد الحميد محترم، وجمهور غزل المحله طبعا جمهور كبير واداره محترمه كمان ايضا يعني. فمش عارف الناس بتطلع على السوشيال ميديا بتعمل قلق قالوا ايه؟ مش عارف قالوا ايه؟ قالوا ايه؟ بقالنا شهر من ساعه ما سبت الفرقه طبعا، وازاي والدنيا وعوضه يجي هنا والمشاكل ومش هيحصل ولازم مش عارف كل ده مفيش. طب انت ما كنتش عليا النهارده وانت رايح المحله؟ والله ردود فعل الناس؟ انا رايح بيتي التاني من الاخر يا كابتن كريم. عظيم. لان انا عشت مع الناس دي واكلت معاهم اربع خمس شهور عيش وملح، ولقيت الناس طبعا انا في وسط الناس دي، الناس محترمه وناس يعني في يعني احترام بينا متبادل، اذا كان مجلس اداره ولا العمال بتوع النادي ولا الجهاز الفني والطبي والاداري والجمهور. لا لا لا، يعني رايح انا مبسوط والله، انا راجع. دي نقطه. النقطه الثانيه، طيب انت النهارده النهارده تقدمت بهدف مبكر لمامادو نياس، وقلنا المباراه هتبقى للمكون العرب، هتفتح الملعب هيفتح وتبقى الامور اسهل للمكون العرب، والاداء قل يمكن شويه، وقدر غزل المحله يتعادل من كره ثابته من ضربه ركنيه. بالظبط كده يا كابتن كريم، انا الشوط الاولاني ربنا كرمنا بجون. النقطه المهمه جات لنا واحده بعديها لليوس ادوارد، لو كنا جبنا الهدف الثاني كان الماتش اتغير خالص. صح. بس الحمد لله عملنا شوط كويس قوي، اللعيبه قافلين على مفاتيح نادي المحله، يمكن ما فيش اي هجمه خطره الشوط الاولاني علينا، قافلين كويس قوي، منظمين في الملعب، بنعمل هجماتنا ونرجع ثاني نقفل. الحمد لله عدينا شوط كويس. اوحش 25 دقيقه بدايه الشوط الثاني لغايه الدقيقه 25 او 27 مضغوطين طبعا، المحله لازم طبعا عايزه تكسب. تغييرات كابتن بسوني برضو بدا يلعب بفرودين وبدا يضغط ويعمل الكره الطوليه والكره العرضيه، عملت خطوره في بالذات الكور اللي هي الثوابت بس، انما ما فيش اي حاجه من العمق، قافلين خطوطنا كويس قوي. الحمد لله اخر تلت ساعه كنا افضل، ضيعنا يمكن انفرادين، الانفراد لبيوس واحد لأمادو معاذ الحناوي شالها من على خط الجون، جالنا ضربه جزاء كان نفسي تيجي، يعني كان خلاص الماتش كان خلص رسمي. صح. صح. الحمد لله بنحمد ربنا، ربنا ما رضيش يزعل حد النهارده، لا احنا ولا المحله، وراجع بنقطه وهم بنقطه. النقطه بس يا كابتن كريم ان احنا ده اول ماتش ليا واحنا مش مجمعين، احنا انا يعني احنا معانا 6 بونت، فكان نفسي قوي ناخد الثلاثه بونت دي، نبعد انا عايز نشتغل يعني مش تحت ضغط، عشان يعني مش عايز، انت خلي بالك يا كابتن كريم اربع خمس ماتشات كمان هتبص هتلاقي في فرق هربت كتير قوي. صح. فاهمني؟ بقى مثلا 7-8 فوق وحوالي 10-12 تحت، انت معايا يا كابتن؟ معاك طبعا. هتلاقي في فرق كبير كده، فانا عايز قبل الفرق ده ما يجي اوصل انا مع اللي فوق، مع الحبه اللي فوق. انت نصيبك دايما تلعب تحت الضغط يعني. مش عارف، حظك حظك جامد. عندي ضغط. حظك دايما بتلعب تحت الضغط يا كابتن عوده، بس انت دايما دايما موفق ودايما مدرب رائع، كل التوفيق ليك ان شاء الله مع المكون العرب في الفتره اللي جايه. المدير الفني المكون العرب كابتن محمد عوده، انا بشكرك شكرا جزيلا.